ان شاء الله هنجيب استراتيجي ازاي نخلص كلامبوس 2 وسربرايز شوك. سربرايز شوك دي رخامتها في الشوك لانشر 4 والاربعه الروكت لانشر، وطبعا الكانون، وفي 2 بوم كانونز دي ليفل 53. فطبعا الكومباينيشن بتاعنا ماي فيفوريت كومباينيشن الدبابات فور تانكس ليفل 6، طبعا لسه بدري علينا. وعندنا طبعا الجرانديرز ليفل 1، ولو حبينا نقول البراج ليفل 10 وده ليفل 15 الارتيلري. دول اهم حاجة هنستخدمها. نخش على الشوك، السربرايز شوك. التكنيك ده we don't lose any troops، بنرمي 2 وبعد كده 2 زيهم لا ما زبطش، لان احنا ما ركزناش. خلينا نبتدي تاني.